يعني ظهور نادي الزمالك بهذا المظهر الجيد نوعا ما بالتحديد في الشوط الثاني، واللي كان الزمالك قرب كمان ان هو يكسب المباراه. يعني اولا طبعا كان يعني دايما مباراه الزمالك وبيراميدز من المباريات الممتعه، يعني حتى لو يعني طريقه التكتيك بتاعهم وطريقه الاداء حتى في الملعب بيبقى ليها طابع خاص للعيبه، خد بالك برضو بيبقى في ليها متابعه جماهيريه، وخصوصا كمان ان الزمالك كان لسه خارج من هزيمه من ارتا سولار، فكان بالظبط. الطبيعي ان هو عايز يعدل برضو لان كان في حمله جماهيريه وكان في هجوم بشكل كبير جدا على اللعيبه، ويمكن انا قلتها لما بيبقى في روح بيبقى في تركيز أكيد. بيبان شكل اداء نادي الزمالك، وده اللي ظهر في المباراه اللي فاتت. لان دايما حتى لو في مشاكل في الاداره انا كلاعب انا هو دلوقتي مبقاش في مشاكل بقى. لا مش قصدي يعني حتى لو في مشاكل انا كلاعب في المباريات اللي زي دي انا بعمل اسم ليه، ادافع عن نفسي وادافع عن الفرقه واسم على الاقل النادي. يعني يبقى حتى يبقى في استحقاق ان انا بلعب في مع نادي الزمالك مهما حلو. كانت الظروف. اوكي. عشان كده نادي الزمالك ظهر بشكل كويس جدا، وكانت مباراه الكل كان بيتوقع ان بيراميدز هيفوز بنتيجه كبيره، بس دايما في المباريات اللي زي ديت ما لهاش مقياس، رغم ان بيراميدز عنده اسماء وصفقات عكس نادي الزمالك. الزمالك اللي هو اللي كان الناس كلها كانت بتنقده ان مفيش صفقات ولاعيبه زي ما بيتقال دون المستوى، اللعيبه عشان ركزت ظهر بشكل كويس، واللعيبه ظهرت بمستوى كويس. وكمان تركيز اسوري وكمان كان كويس، كان عايش مع المباراه. سيبك من الاخطاء اللي بيعملها دي، ده يعني دايما هو لما بيحاول يعمل التاتش بتاعه بيبوظ الدنيا تبقى النتيجة مش زي ما الجمهور لما عايز. لما الزمالك ما لعب. أصل يا كابتن إبراهيم، الناس تتكلم على ماتش مثلا الزمالك والنصر، أنت خلاص ناقص دقيقتين ثلاثة وتكسب، غريبة جدا فالتغييرات بصراحة، أثرت على هو النتيجة. لازم يعمل الحتة بتاعته أول اللي هو إمبارح التاتش بتاعه زي ما الماتش بتاع بيتقال بيراميدز أنت كسبان 2-1 وعامل أداء تحفة الشوط جدا، الثاني وأنت راكب الماتش. وكان في التمركز بتاع لعيبة نادي الزمالك أفضل، يعني كان في توازن ما بين المدافعين ونص الملعب وما بين حتى الهجوم. سيبك من الهدف اللي عبد الله السعيد أحرزه، هدف ولا أروع طبعا، وهدف مميز، ودي ميزة عبد الله لا السعيد طبعا على فكرة، طبعا يعني طبعا، حتى هو في الإسماعيلي لعيب جامد. هو خبرات وتواجده برضه في الملعب ومع المنتخب وكان مع الأهلي مؤخرا مع بيراميدز اداله ثقه. اكيد. يعني انا عبد يعني الله كابتن ابراهيم من واحنا حتى في الاسماعيلي مع بعض، عبد الله انا طبعا كنت معاه، يعني ده حاجه جامده. مطلعين كل الكرات الثابته دي اعتبرها مثلا نسبه 80 90% عملها في متخصص، الاتحاد، متخصص في الحاجات دي الاتحاد جدا. عملها حتى ترى ثلاث لا انديه اتحاد والمصري، وانا بكلمك اسماعيلي بقى، خد بقى في الاهلي لا والمصري 2 حط 1 كتير، وفي انا موجود افريقيا في لا الماتش ده. مميز جدا في الحاجات الثابته عبد الله السعيد. هو عبد الله بس في حاجه برضه يا كابتن وائل يا كابتن ابراهيم، الحيطه التمركز بتاع لعيبه الحائط اللي موجود، ازاي حائط انا بعمل عمليه القذف بتاعي، ازاي بدي ظهري للحيطه، التعامل كان ازاي غلط، بدي كانت واضحه ظهري، بصراحه. ازاي بدي ظهري للكوره، بص هو الحيطه فتحت، فاهم قصدي؟ انت لو طالع ثبات عادي ناصر منسي كان ناصر، وكان منسي تقريبا كان كذا ناصر حد منسي رؤى تقريبا حد اعتقد يعني. لكن يعني اجمالي المباراه الزمالك يعتبر ادى اداء جيد كده كويس. انا بقول لك هو خد بالك الزمالك كان هي المشكله اللي جمهور الزمالك زعلان منها، ان انت كنت قريب للمكسب. صح. بس في فرق بين تغييرات باتشيكو وتغييرات اوسوريو، ده عمل تغييرات فرقت، وده عمل تغييرات خلت المستوى بتاع نادي بس الزمالك مش كل تغييرات اوسوريو، يعني هو الاربع تغييرات جابوا نتيجه. بس خد بالك انت الظروف برضو كانت طرد محمود علاء. عايز برضو قبل ما اتكلم على طرد محمود علاء، على فكره عمل مباراه كويسه جدا جدا جدا. وعمل تقل صح، برافو لفريق عليك، الزمالك. برافو عليك. صح. بس انا اكتر واحد يمكن يعني هاجمته كتير جدا، بس كان باين تركيزه. سيبك من حاله الطرد دي، ده وارد وارد. حماس واول مباراه ليه، فطبيعي ان ممكن يتعرض للموقف ده. بس خلينا نتكلم ان هو عمل تقل لدفاع نادي الزمالك، واعتقد ان كمان حتى يعني لما الونش يرجع ويبقى في بعض الانسجام في الحته الدفاعيه نادي الزمالك الدنيا تظبط اكتر، يبقى اداء افضل من كده. بس في المجمل كانت مباراه ممتعه واستمتعنا بيها، وكانت زي ما بيتقال هجمه هنا وهجمه هنا. مظبوط. دايما ماتشات بيراميدز والزمالك كده بصراحه. بص ما هو خد فاكر بالك ماتش 3 على الحاله ماتش 3 3 ده كان ده تحفه، كان اللي كان افضل في مباراه. بيتروس بورتو كان تحفه. بس بص على حاله الزمالك قبل المباراه كان ممكن نادي صح الزمالك يبقى صح متخوف، كانت ممكن المباراه تبقى الجمهور ما كان قلقان تظهرش بصراحه. بالشكل ده. بس المباراة استمتعنا بيها، نتمنى ان تبقى المباريات بتبقى بالشكل ده على طول ان صراحة. شاء الله بإذن الله.